عندنا الآن natural hot water 35 degrees is the temperature. إحنا الآن دخلنا غرفه نقول له عاد دخول القرية. اللهم رب السماوات السبع ما أظلل ورب الأراضين وما أقلل ورب الرياح وما ذرين ورب الشياطين وما أضلل. أسألك من خير هذه القرية وخير أهلها وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها. هذه الآن منطقة ألوفو تقع ضمن بلدية إلياش. أوبشن إلياش عامرها أوبشن ألوفو ضمن بلدية ألوفو. إحنا عندنا عقار خفيف هنصوره. خدنا مسافة تقريبا how many time from Elijah from here one hour exactly. طلعنا الساعة 9:02 وصلنا الساعة تقريبا 58 دقيقة ساعة من إليجا. طبعا هنا الأجواء أولفو ما فيش فيها جبال كتير زي سراييفو، فبالتالي الشمس على أغلب المناطق كشفة، وده طبعا بيخلي درجة الحرارة هنا شوية أدفى من هناك. طبعا احنا على الشارع الرئيسي، الآن على الشارع الرئيسي دخلنا هذه الفيلا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله اللهم بارك. طبعا ميزة في هذا البيت إن احنا على الشارع الرئيسي مباشرة، دي ميزة مهمة جدا. طبعا على الشارع الرئيسي الخدمات كلها سهلة، الوصول للبيت سهل، مواصلات كل شيء سهل يعني، فهذه ميزة مهمة. باين عندك حركة طول الوقت زي ما انت شايف، سيارات رايحه سيارات راجعه، ففي ونس. تمام، هذا خط الانترنت موجود هنا. مساحه البيت حدود البيت من اول هنا كده لحد الشجرة اللي هناك ممتدة. دلوقتي ندخل البيت نشوفه. احنا درجة الحرارة تحت الصفر الآن. بسم الله. هنا في جلسة صيفية خارجية، طبعا جلسة مستورة تماما عشان اللي عاوز يقعد هنا يكون قاعد مع الحديقة الجو الخارجي. وهنا في كذلك مرض جانبي تراس اهو. طبعا ده كله تبع الأرض، هو داخل الأرض. ما شاء الله الجو بره ده بارد، جوه هنا دافي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله هذه الصالة أول ما ندخل. عندنا غرفة الطعام، بتاع المطبخ ما شاء الله مرتب، شيء يعني منظم. البوسنيين طبعا منهم يعني زي احنا كبلادنا يعني، في منهم بيحافظوا على بيتهم، في منهم عندهم مقطرة، في ما عندهمش، لكن هما ما شاء الله البيت يعني بيتهم الأساسي يعني. ده مخزن. وهنا في إطلالة جانبية. طبعا دي إطلالة المطبخ هنا. ما شاء الله المطبخ مرتب صراحة جدا.
الميزة في جلسة المطبخ انك تقعد هنا وتفتح الشباك على الحديقة الخارجية مباشرة. دي اهم ميزة ممتازة. كده احنا في الطابق الارضي خلصنا الصالة وخلصنا المطبخ. صاحب الفيلا كان عايز يقول لنا حاجة. هي السبيت سين every floor of the house is connected from outside, is have entrance from outside and also connected all floor from inside. سوبر سوبر ممتاز. هنا عندك هذه الاطلاله الجانبيه. اوكي انت العب الاطفال الله يحفظ اطفالهم واطفالنا واطفال المسلمين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الغرفه الاولى. غرفة واسعة جدا. انا كنت اتوقع ان هي اطيب من كده. عندك سرير وغرفة نوم تسريحة. هذه اطلالة. This included house, huh? This one? This is ours also. Oh, ما شاء الله. You will see. دي منطقة الشوي الخارجي. الدفاية شغالة. ممتازة. ما شاء الله. Show them. Okay, very good. ده ساعة بالأشهر. يبقى كده احنا في الدور الأرضي زي ما احنا قلنا. عندنا صالة ومطبخ وغرفة طعام وعندنا هنا غرفة نوم وهنا الآن ده حمام باثروم. طبعا هو مستغل الحمام وعارف يعمل حمام في منطقة كويسة جدا. شوف عمل شيء ذكي جدا في الحمام. عمل حمام هنا كده وده هنا الدوش أو الشاور. طبعا هو استفاد لأن هو عنده هنا كاميرا فبالتالي مش هينفع يشيلها هي محملة فسابها زي ما هي وعمل حمام بالشكل ده. طبعا ده ذكاء يعني. وهنا دي منطقة خدمات. ممتاز. اوكي. This is the connection. ممتاز. بسم الله. طبعا احنا فاكرين لما كنا برا دخلنا الممر الجانبي فاكرين الممر الجانبي انترنس ده اللي كنا دخلنا فيه من بره فاكرين. ايوه تمام. الان نطلع. الان طبعا لو دخلنا احنا يبقى احنا الميزه في الفيلا عندك باب اللي احنا دخلنا منه باب الاساسي ممكن يتفصل تماما عن باقي الفيلا. يعني لو هو قفل كده اصبح كده هو فاصل الجناح ده عن باقي الفيلا. يعني ممكن الفيلا لو اشتراها اسرتين واحد هياخد دور ارضي مع مفتاحه وواحد ياخد دور اللي فوق مع مفتاحه سواء كده او كده. اوكي كنت هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي طبعا الميزه في السلم هنا هم عاملينه طبعا الوسع شايفين العرض بتاعه تقريبا متر وشويه متر وعشرين وهنا حاطط هنا شبابيك عشان يحط اضاءة تخش. واضح ان في ناس فوق. انا كنت فاكر البيت فاضي. اعمل ايه؟ اوكي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الغرفة الاولى. محلاتي في الطبق الاول. الفيلا صراحة جميلة. والشمس اهو احنا في عز الشتاء. الشمس موجودة والدفى. اوكي اوبن. طبعا دي الاطلالة بتاع الطابق الاول. احنا كنا واقفين هنا تحت اول ما بلشنا مع بعض.
طبعا احنا نزلنا في الطابق الاول، في هنا عندنا السلام عليكم، هذه الصالة عندنا بالكامل، هنا وهنا المطبخ ما شاء الله. هذه الإطلالة الجانبية للصالة، من هاي الإطلالة الخارجية صورناها، دي الصالة كاملة كده. مطبخ كامل، الآن نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا كده خلصنا غرفة، خلصنا الصالة، ودخلنا هنا على الغرفة التالتة. يبقى احنا في الغرفة التالتة الآن في الطابق الأول، هاي تلات غرف، وهذه الإطلالة بتاعتهم الغرفة التالتة. تمام، الغرف واسعة جدا، يعني maybe شتري متر، yes. شتري yes. أربعة عن عشرين شتري إس تو فور فايف ماكسيم، ممتاز، أربعة في خمسة أربعة في أربعة تقريبا يعني. ده هنا الحمام، راح نصور كل حاجة، أنا سألك تصور الحمامات لي بس نصور لازم كل شيء. هذا الحمام، وهذا الشاور، حلو حكاية إن الشاور يفصلها عن الحمام، ممكن الحمام يستخدموا اثنين مع بعض. يبقى احنا كده في الطابق ده، مرة تانية مراجعة، غرفة التانية وصالة ومطبخ وحمام. اشتاقوا او ما شاء الله، بلكونة ممتاز جدا، هذه بلكونة خاصة، طبعا بلكونة غير مكشوفة نهائيا يعني، طبعا هذا كله داخل حدود الارض، كل منطقة داخل حدود الارض، ممكن تبني كذلك بيت اخر في المنطقة. دلوقتي هبعت لك المخطط، اللي عايز مخطط يتواصل معايا على الواتساب وابعت له المخطط. طبعا درجة الحرارة الآن ماينس 8 شتاء البوسنة. احنا خلصنا الطابق الأول والطابق الأرضي وهنا المدخل زي ما قلنا، الآن هننزل في الطابق الأرضي السفلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي، عندنا في الطابق السفلي عندنا هنا هذه غرفة مع حمام، هذه غرفة كاملة ما شاء الله، غرفة واسعة مع حمام. بحمل كام طابق؟ طبعا الطابق السفلي هو خلي بالك البيت زي ما قلنا فيه اتنين نيفل، لان انت فيه شويه ميول، فالطابق ده له مدخل من هنا، ما هوش تحت الارض بس هو بيسموه نص طابق، يعني ان هو ملوش اي شبابيك في الجنب اللي هنا. ده مدخل تاني للبيت زي ما قلت لكم، هذا هو. يبقى البيت كمان فيه ميزه، انت كل دور ممكن تفصله مباشره. دلوقتي نطلع نصور لبره بس نخلص باقي الحاجات اللي جوه، طبعا الجو برد جدا. وهنا عندنا فيه مش تقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي منطقة مخزن، هنا بيحطوا حاجات التدفئة وكده. يا الله،
يعني أعوذ بك من جهنم. ده هنا الجراج. ممتاز. الجراج طبعا لازم منطقة تخزين. اللي ساكن في بوسنيا لازم يكون عنده عجل شتوي وعجل صيفي، فبالتالي منطقة التخزين دي مهمة جدا يعني. تمام. And this all machine included house? No, that's for the company. Machines. اوكي. طبعا الاخ عامر عنده كذلك لاندسكيب كومباني، اللي عايز يتواصل يتواصل معاه على الشركة بتاعت لاندسكيب هحط لكم البيانات بتاعته. في تاني وان ذس وان غلط عليه بابا. فور دوميستيك جوس. هنا بيحط العصير والتخزين الاكل اللي بيشتروه. منطقة رطبة يحطوها. يا جماعة الناس دي بتفهم. يعني بقى في خزن بقى في كل حاجة. This is for you. This one what? Apple. Apple. Domestic apple. Domestic juice. It's fresh, huh? Yes. Oh, very, very good. ما شاء الله. That's for you. اشربه واديك رأيي ان شاء الله. دلوقتي هنشوف المنطقة اللي تحت. بسم الله. طبعا الآن هنشوف باقي الخدمات. هذا المنشر على البيت بس طبعا بيستعملوه في الصيف. هنا عندنا المدخل الطابق اللي فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا منطقة نتريبة خلاص يعني. هو اوريدي منطقة باينة، احنا صورناها من فوق. To the fence is the location and here there is this plastic. Yes. Okay, very good. Okay, can you finish this one first? Okay. هنا أول المطبخ الصيفي. طبعا ده في الصيف بس. يعني هذا مطبخ في الصيف بيستخدموه. In summer, kitchen summer. ده هنا مخزن. مخزن تحط فيه أغراض. Okay. ممكن تحط فيه اللي أنت عاوزه طبعا. ممتاز. مخزن التدفئة خشب. اوه ما شاء الله. You take it all show ما هي ها؟ in Bosnia. ما شاء الله. اول ها؟ اول. ما شاء الله. جاب كل غابة غابات. بسم الله ما شاء الله. ده مدخل الجراج اللي احنا كنا فيه من شوية. ده هنا الشارع الرئيسي زي ما قلنا. ممكن تخش تحط السيارة هنا تدخل. كلمتكم ان هو موضوع البيت. البيت زي ما قلنا اتنين ليفل، ليفل من فوق وليفل من تحت. هذا هو. هذا شكل البيت. طبعا ده هنا جراج تاني. ممتاز. هنا جراجين. وده كله داخل البيت. زي ما اتكلمنا داخل البيت بالكامل. بالكامل. طبعا الان احنا خلصنا العرض بالكامل. فيديو تفاصيل كاملة هتلاقيها عندك في الشرح. طبعا لو عجبك المقطع اضغط على زر الاشتراك زي ما انتم عارفين. نفس الكلام بنعيده كل مرة ولكن في الاعادة افادة. اللي يهمنا الان انك تواصل معنا على الواتساب او ابعت كلمه اشتراك او ارسل طلبك العقاري. عندك اي طلب عقاري، ارض، فيلا، عاوز تبيع اي شيء تواصل معنا. عاوز تشتري اي شيء هم احنا زي ما قلنا احنا شركه خدمات عقاريه واستثماريه. نقدم خدماتنا في البوسنه تحديدا وفي بعض البلاد في اوروبا. مساحه الارض 1350 متر مربع ومساحه البيت 250 متر مربع. طبعا هو بيتكلم عن مساحة البيت هنا بدون الخدمات الحاجات المرافق اللي بره. This is the square meter by the floor. First floor 75 square meters. Second floor 75 square meters. Third floor 90 square meters. ودي مساحة الأرض 1350 متر. السلام عليكم. How are you?
tourists are welcome here in Bosnia, especially in Olovo, because we have something to show for everyone in the winter and the summer also. So everyone are welcome here to be our guest and be our citizens, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, brothers. Thank you. أشكرهم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.